مثلا ازاي نقنع الناس والشباب اللي بيتفرجوا علينا كلهم انه الاختلاف في الكوره وارد وطبيعي، وانه مش معنى اي اختلاف الكلام اللي حضرتك ذكرته اللي هو التخوين والتطبيل والسبوبه وكل الكلام الدخيل على كره القدم. مش فاهم القدر. مش فاهم يعني ايه سبوبه يعني؟ هو حضرته المهندس اللي بيشتغل، ولا الدكتور اللي بيشتغل، ولا المحاسب اللي بيشتغل، ولا اللي مش عارفين اللي بيشتغل، يعني بيشتغل يعني بيشتغل سبوبه يعني؟ لا هقول لحضرتك، هاخد طرف الغائب هقول لحضرتك، لا لان ده نقاش بالنسبه لي ممتع جدا. اللي حصل الفتره اللي فاتت يا استاذ حسن ان بعض المحسوبين على الانديه ابتدوا يطلعوا على شاشات التلفزيون ويغرسوا في عقول شباب كتير ان اي حد بيتصدر المشهد الاعلامي ويقول راي في انتقاد لنادي او مجلس اداره او لعيب منسوب او منتمي للنادي اللي انت بتحبه يبقى ده مغرض. يعني ايه مغرض؟ يعني بياخد فلوس عشان يقول كلام يهد في الاهلي او يهد في الزمالك، او هو زملكاوي فعايز يهد في الاهلي، او هو اهلاوي عايز يهد في الزمالك لمجرد ان هو قال راي مختلف مع رايك كاهلاوي او مع رايك كزملكاوي، فيبتدي يرميه ببعض الاتهامات ويقذفه ببعض الاتهامات ويغفله معنويا. ليه؟ لانه الاسهل ان انا احطك في كورنر الدفاع عن نفسك. ماشي. انا اوصمك اقول انا اسف طبعا مش بكلم على الاستاذ حسن، بس خلينا نتكلم عن نفسي، اقول ان ابراهيم ده سبوبه وبيطبل وكذا كذا كذا، ودافع عن نفسك بقى انت ابراهيم في وسط الجمهور وضد الجمهور ده كله. ازاي بقى احنا نحاول نعمل دورنا كاعلام عشان نوعي الناس ونفهمهم ان ورا الاتهامات دي ناس بتحرك الكلام ده وتحاول تقنعكم بيه وهو مش صحيح؟ طبعًا نعمل ده ازاي؟ طبعا طبعا انت بس الاعلام عليه دور عشان يقدر يغير ده. لازم يبقى كلامه يعني بيخاطب راي عام وكلام متزن ويبقى حقيقي. ايوه. يعني ايه؟ الناس عايزه الحقيقه في النهايه. صغيرين او كبار عايزين الحقيقه. صحيح. عايزين الراي الصريح والواضح، بس اللي بيستند على منطق وعلى فنيات. انت ما ينفعش تقول ده لعيب ده وحش وهو انت شفته ماتش واحد او ماتشين. ما ينفعش. ما ينفعش. وما ينفعش ابدا انك تبقى كاعلامي مشجع. ده اكتر حاجه. وعلى فكره الكاميرا والجمهور بيحس على طول اذا كان الاعلامي ده مشجع قاعد في المكان ده. صحيح. مشجع ولا مش مشجع. دي حاجه مهمه جدا. فانت لما تثبت ده وتؤكده باستمرار اعتقد ان الحاله دي هتتغير. انما ده زمن مختلف. زمن الانسان او الشاب الصغير في السن او حتى الكبير شويه عنده سقف للحريه ملوش سقف. بيقدر يقول اللي هو عايزه وحاسس انه يعني في دي حاجه عظيمه جدا ان هو بيقول الراي بتاعه. خلي بالك الكوره غير الفن غير الادب غير الثقافه غير كل حاجه. ال 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 القاعده العريضه بتاعت الكوره سواء المشاهده او المتابعه اذاعه او تلفزيون، وزمان كانت الصحف قاعده عريضه جدا بالملايين. مش هتلاقي الجدل ده موجود في الفن ولا الموسيقى ولا الادب ولا الثقافه ولا كلام من ده. انما الكوره ارض خصبه للخلاف. ايوه. لان انت اصلا في حاله انقسام للمجتمع ما بين ناديين، مش في مصر بس، ده كل العالم. وعلى فكره حتى السوشيال ميديا بتاعت الصحف الانجليزيه او الحسابات الانجليزيه اللي هم الناس يعني عندهم ثقافه بنستشهد بيهم، لا 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 اقرا بقى شوف ساعات التعصب بيبقى شكله ايه بين الانديه وبين حتى في المدرجات بيبان التعصب. انما هناك دور ايضا على الاعلام انه يمارس الرساله. لو انت بقى واخدها وظيفه يبقى انت وقعت في خطا كبير جدا، لان الرساله الحقيقيه هي رساله تعريف وتنوير وتقول الحقيقه، وتقول الحقيقه ما يهمكش رد الفعل. طيب. اياك كاعلامي انك تعمل حساب جمهور النادي اللي انت بتوجه له انتقاد، او اللاعب اللي هو نجم في نادي وتحاسب عشان كده بتروح ساحب الانتقاد بتاعك، او انت بتنتقد انت مش بتجرح حد. انت كل الحكايه انك انت بتقول كلام له اسانيده الفنيه. كويس ولا وحش؟ كويس ليه وحش ليه؟ مظبوط. مش بحاجه مطلقه بلا صحيح. مساحه للمناقشه يعني.